مهندس جير محمد السيد، مدير عام مساعد التصنيع في أرض تصنيع المنصات التابع لشركة بتروجيت. كان دوري في مشروع الخارجي الكونستراكشن مانجر أو مدير التصنيع. الحقيقة كان التحدي كبير جدا في المشروع إن إحنا نخلص المشروع في ميعاده، وبصفة خاصة إن ده أول مشروع نعمله في المملكة العربية السعودية، وده كان ثمار من التعاون من الجهات السياسية في شركات الثلاث شركات الائتلاف المصري والمملكة العربية السعودية والكويت. التحدي الأكبر اللي كان ما بيننا في بداية المشروع إن هو بدأ في فترة كان فيها نوع من زيادة من أسعار البترول، فبالتالي كانت صعبة جدا نجيب الخامات ونلحق بالبرنامج الزمني، فاضطرت بتروجيت تعمل إعادة توزيع تاني للحمل البليارد، وبالتبعية اشتغلنا 24 ساعة على مدار سنتين ونص. كنا بنسابق الزمن، اليارد بيشتغل بالكامل في ظروف مهما كانت، أهم حاجة نلحق بالبرنامج الزمني المشروع، نطلع المشروع بجودة بكفاءة في ميعاد باسم الكونسورتيوم المصري. كان كل شيء عندنا محسوب وكل شيء محدد وكل شيء محسوب للريسورسز بتاعته. كان اهم شيء عندنا ان احنا نثبت التحدي ونثبت قدره الانسان المصري، بصفه خاصه قدره الانسان اللي موجود في قطاع البترول، قد ايه هو انسان قادر على تحمل المسؤوليه، قد ايه هو انسان بيشتغل بدون كلل او ملل، قد ايه اهم حاجه اسم بلده، قد ايه في الاخر يطلع منظر في الاخر صنع في مصر، قد ايه المنظر النهائي بالجوده والكفاءه والقدره الابداعيه على التصنيع. طبعا لو انا قعدت اتكلم ايام وايام على الدروس المستفاده وعلى الناس اللي ايه المجهود اللي اتبذل، عندنا هنا 3000 عامل مصري صناعه مصري بالكامل اشتغلوا لمده سنتين ونص بدون اجازات، اشتغلوا لمده 24 ساعه، اشتغلوا عشان في الاخر يتقال ان الناس دي هي دي مصر برجالتها بولادها. في الاخر طلعنا منتج الحمد لله بيريح ضميرنا ان احنا وصلنا لهذه المرحله، ويكون بدايه التعاون ما بيننا وما بين الشركات الدوليه او بالتحديد الشركات اللي عامله في الخليج. ان شاء الله يستمر هذا التعاون عشان نبين دايما ان مصر لها الرياده في كل المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المهندس محمد ابو العلا، مدير عام التصنيع في ارض المعديه ومدير الفابريكيشن في مشروع الخفجي. المنصه اللي ورايا دلوقتي هي احدى المنصات السته للعميل شركه مشروعات الخفجي المشتركه. دي اكبر منصه في المشروع واكبر منصه عملناها في تاريخ انشاء الاداره البحريه ارض المعديه اللي احنا واقفين فيه حاليا. منصة وزنها 3400 طن الوحدات دك بس، منصة على بعضها وزنها 5800 طن. دي من أكبر المنصات اللي احنا بنيناها. اشترك معانا في المشروع 2200 عامل طوال فترة سنتين من 6/2007
الى حاليا النهارده 2/7. اكثر من 6.5 مليون ساعه عمل تم استهلاكها في مشروع الخفجي. كميه الشغل اللي عملناه اكثر من 18,000 طن من قمر ومواسير واستراكشر. المنصه اللي قدامنا ان شاء الله تبحر بكره باذن الله الى الخفجي وجاهزه للتركيب. المنصه هتنتج خام وغاز في نفس الوقت. القائمين على المشروع الكونسورتيوم المصري سواء كان شركه بتروجيت او شركه انبي او شركه بي ام اس، الائتلاف المصري قدرنا ان احنا نحقق الانجاز العظيم اللي قدام حضراتكم، ودي واحده بقول لحضراتكم من سته. وان شاء الله نتمنى مزيد من المشروعات ومزيد من الانجازات.